بطل حرب أكتوبر. قهر إسرائيل ورفض اتفاقية كامب ديفيد، فعاقبه السادات وسجنه حسني مبارك. إنه القائد سعد الدين الشاذلي. ولد عام 1923 بمحافظة الغربية. في سن 17 التحق بالكلية العسكرية وتخرج بعد عام برتبة ملازم في المشاة. شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب فلسطين، ثم التحق بالضباط الأحرار الذين قادوا انقلابا على الملك فاروق في 1952. في حرب 1962 أظهر الشاذلي كفاءة عالية وتكتيكا عسكريا جنب مصر خسائر كبيرة بعد هزيمتها وانسحابها العشوائي من صحراء سيناء. فنالت جهوده تقدير الجيش المصري وتدرج في المناصب حتى عين رئيسا للأركان. بعد أشهر قليلة وضع الشاذلي خطة المآذن العالية لمهاجمة قوات الاحتلال واقتحام قناة السويس عبر تدمير خط بارليف الدفاعي الذي بنته إسرائيل بعد احتلال سيناء. في الأيام الأولى لحرب أكتوبر عام 1973 حقق الشاذلي نتائج باهرة وعبرت قوة مصرية قناة السويس. أما الاحتلال فخسر آلاف الجنود وفقد 260 دبابة و30 طائرة. إنني لا أخشى الموت الآن، إنني لو مت الآن فسوف أموت سعيدا. لقد أعطيت بلادي كل ما أستطيع أن أعطيه، وقد رأيت ثمرة كفاحي. رأيت جنود مصر بعد أن هزمتهم إسرائيل في 3 حروب سابقة. رأيتهم وهم يعبرون قناة السويس ويحطمون خط بارليف ويهتفون الله أكبر. وبعد الانتصار بدأت الكفة تميل لصالح إسرائيل بسبب الخلاف على استراتيجية الحرب بين السادات والشاذلي وتسريب معلومات عن الخطط المصرية إلى إسرائيل. فانتهت الحرب بهزيمة مصر وبقيت العلاقة مشحونة بين الرجلين. فأبعد الشاذلي عن الجيش وعين سفيرا في لندن ثم لشبونة. وبعد توقيع السادات اتفاقية سلام مع تل أبيب استقال الشاذلي من منصبه وانتقد علنا اتفاقية كامب ديفيد. اختار الشاذلي العيش لاجئا سياسيا في الجزائر، وأصدر كتابا قدم فيه روايته لحرب 1973، فحكم غيابيا بالسجن 3 سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية. ولما عاد إلى بلاده عام 1992 اعتقله حسني مبارك. وتوفي في 10 فبراير عام 2011 بالتزامن مع الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل.